في الحقيقة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. الطقس زي ما قلنا لحضراتكم هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. ليلا الجو هيكون مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة وبصحبتنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن يعني الاستراحة اللي سمعنا عنها دي، يعني قيم من 2 لـ3 درجات. الموجة اللطيفة دي هتستمر لغاية إمتى؟ وهل في موجة حارة هتعقبها ولا لأ؟ طيب خلينا نقول بالفعل يمكن احنا من اليوم هتبدا قيم درجات الحراره تنخفض بمعدل كمان من 3 لـ4 درجات، لان بالامس كان ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى في الظل 40 درجه مئويه. اليوم متوقع ان مصادر الكتل الهوائيه تختلف وتكون كتل هوائيه شماليه معظمها قادم من جنوب اوروبا، بالاضافه كمان لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده هيساعد بشكل كبير على وجود سحب منخفضه ومتوسطه وخاصه في المناطق الشماليه، فبالتالي ده هيؤدي لانخفاض في قيم درجات حراره في معظم المحافظات الشماليه من السواحل الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، والانخفاض ده زي ما قلت لحضرتك من الاول كمان من حوالي 3 لـ4 درجات، لأن اليوم توقع عظمى على القاهرة الكبرى في الظل هتكون 36 درجة مئوية. هي طبعا رجعت للمعدلات الصيفية المعتادة أو حتى لو أعلى من المعدل بحوالي درجة بالزبط. فهتكون الأجواء فترة النهار هي أجواء شديدة الحرارة رطبة لكن أقل حدة من الأيام الماضية بالزبط. لأن احنا لسه نسب رطوبة موجودة معنا في الجو ونسب رطوبة عالية كمان مش قليلة في الجو، وجود نسب رطوبة في الجو بتخلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة هيكون أعلى طبعا من 36 درجة مئوية، أنا هحسها لو تكون 38 درجة مئوية. عشان كده احنا بنقول الانخفاض اللي بيحصل في قيم درجات الحرارة هو انخفاض طفيف ولسه مع الأجواء شديدة الحرارة رطبة فترة النهار في معظم المحافظات الداخلية ما عدا طبعا سواحلنا الشمالية اللي بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة رغم أنها بتكون الأعلى في نسب الرطوبة، لكن طبعا قيم درجات الحرارة فيها حتى المحسوسة بتكون هي الأقل في الجمهورية كلها وأجواءها حارة رطبة فترة النهار. هنيجي فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس هيكون كمان في انخفاض في قيم درجات الحرارة وهحس بالاعتدال في الأجواء بشكل كبير خلال فترة الليل. طبعا الأجواء المعتدلة الرطبة لأن عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل لكن هيكون في نشاط للرياح، وده مهم جدا وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات سرعته ما بين 30 ل 40 كيلومتر على الساعة، ده يساعد بشكل كبير على إحساسنا بنسب رطوبة أقل ويساعد إن احنا نحس بنسمات الهواء اللطيفة كده واعتدال الأجواء صحيح. خاصة في فترة الليل وساعات المساء وكمان فترة الصباح الباكر. كمان الشبورة المائية ظاهرة جوية أصبحت مؤثرة يمكن النهاردة موجودة معانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية طفيف فترة الصباح الباكر. لسه مكملة معانا الشبورة المائية كمان خلال الأيام اللي جاية، لكن هي شبورة مائية خفيفة سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس بتختفي، يعني نقدر نقول كده مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. صحيح. احنا قلنا الأول إن في نشاط للرياح، نشاط الرياح كمان هيأدي اليوم يمكن اعتبارا من اليوم يمكن كمان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت تحذير بخصوص البحر المتوسط. لأن نشاط الرياح على البحر المتوسط مرتفع هيكون ما بين 40 ل 60 كيلومتر على الساعة، وده هيؤدي لارتفاع أمواج على البحر المتوسط واضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط، الموج هيكون ما بين 2 لـ3.5 متر، فبقدر الإمكان البحر المتوسط لازم نخلي بالنا ونكون حذرين، هيكون غير مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. شكرا لك يا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. واضح أن زي ما قالت الدكتورة هي موجة يعني تقل فيها درجات الحرارة بواقع درجتين. على أي حال خلونا نتابع دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى هتكون فيها درجة الحرارة 36، أما الصغرى 25. العاصمة الإدارية هتكون درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 24. الأسكندرية 33، 25.
العلمين الجديدة 32-23، أما مطروح 31-24، ودمياط 32-26، وبورسعيد 34-26، والإسماعيلية 38-26. زي ما شايفين يمكن المدن الساحلية هي الأكثر انخفاضا في قيم درجات الحرارة، مكملة معنا السويس 37-25، والعريش 34-25، وكاترين 33-19، أما طابة ف 37-26، وحلايب 36-29، وشلاتين 40-41. هنشوف هنا يمكن المدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة ابتداء من شلاتين. هنشوف شرم الشيخ على سبيل المثال، العظمى فيها 42 والصغرى 30، الغردقة العظمى 39 والصغرى 29، الفيوم 37-27، بني سويف 37-26، الوادي الجديد أيضا من أكثر المدن ارتفاعا 42 هتسجل درجة حرارة العظمى فيها، والصغرى 26، أسيوط صعيد مصر بطبيعة الحال الأكثر ارتفاعا 40-25، كذلك سوهاج 41-26، وكذلك أيضا قنا 43-27، والأقصر من أكثر درجات الحرارة ارتفاعا هي وأسوان، العظمى في الأقصر 44 والصغرى 28، أما العظمى في أسوان ف 44 والصغرى 28. يمكن كده تابعنا مع حضراتكم قيم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.